شوفوا خاوتي الآثار المدمرة تاع الحريق الأخر في القالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا خاوتي والله العظيم غير كارثة وخلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما بقات حاجة خاوتي. شوف ها لمنا لمنا، يعني كارثة بأتم معنى الكلمة. شوفوا خاوتي بين غابة كيما هذه بالليلة وضحاها عاشت ما كان والو، والله غير كارثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. منا ومنا خاوتي، الغاشي كلها الغاشي كل مشوكي، الأمة كل قاعدنا مشوكين، سبحان الله العظيم. شوفوا خاوتي يعني الدليل القاطع قدامك تشوفوها، هذه الحرائق نتاع القلعة ولاية الطرف، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفوق هذا كل خاوتي والله غير كاين الوفيات، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يخلف إن شاء الله. هذه قدرها رب العالمين خاوتي، احنا مش راح ناخذوا العظة، مش راح ناخذوا الدروس والعظات، كل عام نكرروا نفس الغلطات، كل عام نضحيوا ببلاصة. ها خاوتي هاكم تشوف ذوك المئات من الهكتارات هذه، ذوك الحل هذوك كنت ترجع لك، واش رجع لك مين جيب هذه؟ هذو كانوا لي بومون، كانت البومون تاع القالة والطرف تنفس هنا. شفتوا خاوتي واش بقى درك؟ ها بقى غير الدنيا محروقه، الدنيا شاعله، لا الزوج والله ما يسعى، ما كاينش حتى الزوج يصفر هنا، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله يا ربي. مئات الهكتارات ها تشوفوا خاوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ياي خاوتي منظر خلعة والله العظيم، غير تقولنا في أفلام هذوك الخيال العلمي هذوك. شوفوا خاوتي شوفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا خاوتي يعني سبحان الله العظيم، يعني هذا الشيء هذا اللي كان متسبب في الشيء هذا، والله يا خاوتي الله ان شاء الله يحرقوا رب العالمين يشعلوا في جهنم يا رب. شوفوا خاوتي شوفوا منظر اقسم بالله كارثه. شوفوا خاوتي شوفوا هذيك ما عرفوش اني مقر الشركه الصينيه هذيك، الله العالم اللي هضروا عليها ولا مش عارف، والله غير كارثه. شوفوا خاوتي شوفوا، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني غابات كيما هذوك كفاه حل، هذوك كفاه ترجعها انت هذه. لا حول ولا قوة الا بالله، ربي يخلف علينا ان شاء الله، ربي يخلف على اهلنا ان شاء الله هنا في القالة، ربي يخلف على الجزائريين كامل ان شاء الله. غابة كيما هذه يا خاوتي والله غير شوفوا يعني سبحان الله العظيم، وما بقناش شهر الصيف، كون جات في عز الصيف قال مثلا في جويليه قال الله يا الغالب، ما بقناش اخاوتي، رانا في نص اوت ناصف اوت ما بقاش، ايام ايام يدور الهواء تبدا تطيح النو، احنا ما قدرناش نحافظوا عليها المده تاع السمانه ولا 10 ايام والله ما قدرنا. شوفوا خاوتي شوف هاي بحيره طونقا طول من هيه، قعدت بحيره طونقا شهبه لهبه فحمه ريحه الدخان، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا خاوتي غير فضيحة وخلاص. ذوكا لازمنا حملة تشجير هنا كبيرة، الله لازمنا لازم منا حملة تشجير خاوتي، هذه كل منا ومنا. شوفوا خاوتي منا هاكم تشوفوا غير في الرمادي يطير منا كيمشيو الطوموبيلات ويمشيو صحاب الطفاطف، تالمو مش والله غير كارثة، كارثة بيئية، كارثة طبيعية بكل ما للكلمة من معنى. ياي خاوتي هذاك المنظر، يعني انا بالك في الكاميرا بالك مش باين مليح، بصح خاوتي والله غير كارثة وخلاص. شوفوا منا خاوتي شوفوا الى غايه بحيره طونقا هنا، هذا المكان هذا كان جنه،
كنت نجي فيها انا كنت نجينا البحيرة طونغا اقسم بالله يعني سبحان الله العظيم كانت جنة جنة الله فوق ارضه سبحان الله العظيم. شوك فعشيت خاوتي ما كانش في مدة يا ربي يومين ثلاث ايام شوف هاي الناس كامل يتحسر ها الناس كامل مساكنهم يتحسروا إيه ولا ينفعك الندم يا كارثة وخلاص. الحريق المدمر والله يا خاوتي غير شوف شوف استغفر الله يا رب المئات من الهكتارات مقصرين خاوتي ثاني والله غير مقصرين نزاهدين في غابات انه زاهدين في إيه انت شايف عندك غابة كما هذه والصيف والجفاف والسخانة وجد روحك وجد روحك قبل الفديجة في مواد مارس راك واجد وجد روحك الأسوأ السيناريوهات لازم سبحان الله اكري طيارات اشري طيارات اسرقهم دبر راسك ما تخليش التاني يطيح الفاس في الراس ها دوك هذو حل كيف هذوك اخوتي والله غير والله غير راكم تشوفوا برك شوفوا اخوتي ماشي كارثه اه مسكين هذا السيد جاي هنا وقاعد مسكين دوك واش يدير يبكي ها مسكين واش يدير شوفوا اخوتي لا اله الا الله محمد رسول الله منظر والله العظيم يقطع القلب سبحان الله يقطع القلوب شوفوا اخوتي لا حول ولا قوة إلا بالله راهي منا ومنا خوتي راهي على الكوش ولا دروات هاي منا على الكوش راه صاري أكثر من منا على الكوش شوفوا خوتي شوفوا حريق مدمر اسمحوا لي بالك البوزيسيون تاع الكاميرا شوية راهي مديرة ولكن راني قدر المستطاع شوفوا خوتي منا شوفوا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حريق مدمر ايه هكذا وقالوا لي ما أكثر في سوق هراس قالوا لي في سوق هراس ثاني قالوا لي كارثة أكثر من هذه والله غا يحكي لي هذا من واحد سيد أنا صاحبي في القالة أخوتي قالوا لي مراه هبطت تجيب أولادها والله غير ماتت هي أولادها ماتت ربي يرحمها هي أولادها في الطموبيل كارثة شوفوا خاوتي شوفوا هذه رانا الجمعة 19 أوت 2022 الحريق المدمر اللي مر على مدينة القالة وعلى سوق هراس وكاين ضربت منه في سطيف اللي مات فيه هذيك العجوز هي وبنتها اقسم بالله غا كارثة وخلاص شوفوا خاوتي شوفوا ايوا الطريق طريق وتشقت طريق فسدت تلمو الحرارة عالية بزاف حرارة سخانة كبيرة والله غا هكذاك وخاوتي مازال الدخان ها وراه هكذاك والدخان ها وراه مازال كارثة وخلاص شوفوا خاوتي الحريق المدمر سبحان الله العظيم إيدي خاوتي اقسم بالله غير لازم لنا خدمه كبيره باه نرجعوا الغابه اللي راحت منا لازم لنا خدمه خاوتي شوفوا شوف قعدت شهبه لهبه كارثه لازم لنا حملات تشجير كبيرة راني شفت جماعة ديجا في, 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 في التواصل الاجتماعي يهضروا على حملات تشجير هنا خاوتي هاو الخط هنا لانين هنا حبسة النار شوفوا هذه الجهة اللي منا على الكوتي لا غوش هذا اشعل الكوتي دروات هنا بشوية ها اخف الضرر ني فهمت انا الريح تحكم فيها الريح شغل الريح يسوق النار
هاي هنا شويه خاوتي ها شو هنا بدات الحاله تخف تاع الحريق بصح منها على لاغوش بار كونتر ها شالت الحاله يا دوكا خلاص انتهى البكاء على الاطلال انتهى وقت البكاء على الاطلال دوكا خاوتي الا عينا صح دوكا لازم نوجدوا لها حمله تشجير بسواعد الرجال هاي هنا خاوتي كاعت الارض هذه محروسه شويه وما قربتش النار لخاطش ما كاينش وين تشعل النار بصح شوفوا خاوتي هنا هنا شويه النار شنو الخفيف يا هكذا كودات ولا غركلات عندها مكلات لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم غير تقولنا في فيلم من أفلام الخيال العلمي أفلام الرعب شوف أخوتي شوف هذه الاثار تاع الحريق المدمر شوفوا خاوتي منا والله غا شوفوا المنظر هذا اللي منا غير يخلع شوف لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله شوفوا خاوتي تخيلوا قداه احنا عندنا خاوتي وحنا في الطريق كيما هكذا وهو هذه الغابات هذه كل ما محروقه شوفوا خاوتي هكذا راهي كاينه مني خضرنا عند البرانشمون حتى الخرجه تاع الطريق كاينه 10 كيلومتر تخيلوا 10 كيلومتر خاوتي غابات هذيك وين رحت شوف السمك دان هكتار هنا يا استغفر الله ربي راهي المئات وهكذاك ومازال شعلها ها ورا الدخان بعيد مع الجهود هذيك كله مع الجهود تاع العسكر والطائرات المروحيه راهي غير تهز من البحر وتكب هنا والله غير هاكم تشوفوا خاوتي تلموا الجفاف نو عندها وقت ما طاحتش سما الارض جافه غير جزفه شراره صغيره باك الدنيا شعلت راحت هنا تلقاو خاوتي هنا بار اكزومبل هنا في الفيد هاو كيما الزيتون هذا ما تقاسش لانه له البلاصه اللي دايره به شويه ما فيهاش كثافه تاع نبات كبيره من هذيك سلكوا هذو اللي منها على لاكوش بصح نفس المشكل ها نرجعوا للغابه اللي هي ها والجبل شاعل كيما راه والله يا خاوتي هذا وين منا دخلت على القلعه انا نتفرج بعيني سبحان الله العظيم انا نتفرج بعيني والنار شعلت تقول كاين واحد وشعل فيها سبحان الله قدامي هكذا شويه هكذا نضف دخان طف 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 شعلت النار وحنا نتفرجوا سبحان الله الشعب الكل يتفرج ما كان لا امكانيات شوفوا خاوتي منا شوف راكم تشوفوا خاوتي منا الدنيا ولات لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حريق مدمر لا حول ولا قوة إلا بالله ها وهنا تلقى الحدود تاع الحريق هكذاك بصح الكوتي لا دروات شعلت هذه شوية لاكو هكذاك ولا غا شعلت خاوتي هاو هنا خاوتي على بار اكزومبل هنا شوفوا كيف كانت الطبيعه خاوتي ايوا هنا كوفرتها طريق شوفوا خاوتي كي عاد الطريق الكودرون في النص ما فاتتش الجهه اللي منيه فوالا شوفوا خاوتي شوفوا منا خاوتي تخيلوا الغابه كانت كيما هكذا خاوتي هذا هنا الكاليتوس
الكليتوس هذا ومنع ما حكمتش عليه النار. بصح منا خاوتي شوف الكارثة الكبرى. الكارثة الكبرى راه هنا. لا والله امام الطريق خاوتي والله غير فسدت من النار، راهي حرارة يعني حريق والله غير دمر الحالة، دمر الطبيعة، دمر هاهم تريسي تبطوة تريسي تطاحوا خاوتي. ها مرة لونتين تاع الموبيليز ها وراه نورمالمون راه موش يخدم، كلاتو النار ها ولا لونتين تاع الموبيليز. وفوق هذا كل خاوتي شوفوا ديار الناس وراه والله غا في وسط الغابة. هذو كل راه هي ربي بقي ستر برك وراه ضرت الحالة هنا شوية. ها شوفوا خاوتي منا الله غا عند ديار الناس قد سبحان الله. شوفوا غا هنا ما لحقتش بصح كارثة، خطر كبير يا خوتي. لازمنا خلاص لازمنا نديرو حسابنا وين كاينين الغابات، لازم ندير حسابك. ربي يحفظكم خوتي ان شاء الله، وربي باقي يستر علينا وعلى الجميع ان شاء الله، وربي يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين ان شاء الله. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا الى ما تحب وترضاه يا رب. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين والجزائر خيرا فاعنه، ومن اراد بالاسلام والمسلمين والجزائر شرا فاشغله بنفسه يا رب. اللهم لا تحقق اماله يا رب. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب. ربي يحفظكم خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.